ونرجع ونأكد عليها، السياسة فن الممكن، وكل شيء بالعراق ممكن، وصدق من قال العراق بلد العجائب، لأن بالعراق الخريج يضرب ويهان، بينما بالدول اللي تحترم نفسها وتحترم شعبها الخريج مقدر، تقدم له جميع وسائل الراحة حتى بالتالي يخدم البلد. بالعراق فقط خريجو المهن الطبية والصحية عاطلون عن العمل ويضطرون لإقامة تظاهرات تحت أشعة الشمس اللاهبة، يضطرون لتحمل الإهانات والضرب والشتائم والعصي الكهربائية والمياه الحارقة، وكل هذا مقابل شنو؟ مقابل حصولهم على تعيين مركزي وبرواتب مو مجزية، بينما بالدول اللي تحترم شعبها هذه الشريحة تتقاضى أعلى الرواتب والامتيازات. اللي حصل أمام مبنى وزارة المالية اليوم هو وصمة عار ونقطة سوداء تضاف للسجل الأسود للنظام السياسي القائم، لأن اللي قدر يستوعب نور زهير وطلع بكفالة وصار لأكثر من سنة ونص يسرح ويمرح ويهدد ويتوعد، وهو واللي وياه متهمون باختلاس 9 تريليونات دينار، هو هذا نفسه ما قدر يستوعب مجموعة من الخريجين العاطلين عن العمل يريدون راتب حتى يعيشون بيه عوائلهم، وهذا الراتب ما هو إلا فتاد بموائد الفاسدين. عتبنا على من أعطى الأوامر بقمع تظاهرات الخريجين، كلنا مع فرض الأمن، كلنا مع تطبيق القانون، لكن بشرط التعامل بمسطرة واحدة مع الجميع، مو يطبق القانون على البسطاء وأولاد الخايبة وأولاد الحجي وفلان وعلان فوق القانون والدستور. زين، ممثلين الشعب وين؟ وين اللي تعهد بموسم الانتخابات بتصحيح المسارات وإطلاق التعيينات وتوزيع البطانيات والمبردات والمولدات والسبيس؟ وين اللي أقسم على القرآن تمثيل مصالح الشعب والتعبير عن معاناتهم وتلبية احتياجاتهم؟ أنا راح أقول لكم وين. معظم النواب هسه ملتهين باسترجاع حقوقهم، زيادة مخصصاتهم ورواتبهم، وصوتوا على هذه الامتيازات خلسة، بالتالي الشعب بسابع نومة. تريدون الصدق؟ العتب مو عليهم، العتب على اللي انتخبهم مرة ومرتين وثلاثة وقبل بالفتات وما طالب باستحقاق القانوني ولا حتى الدستوري.